اخي الخليجي اختي الخليجيه مهما كانت خلفيتك ومهما كان عمرك ان كنت قد امنت بالمسيح او لا زلت تبحث عن الحق انت لست وحدك مشاهدينا الكرام سلام ونعمة نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أؤمن ولكن نرحب دائما برسائلكم اللي تصلنا ونشكر الله على شان التواصل اللي بيننا نحن جسد وعائلته أما رسالة هذا اليوم فشهادة حقيقية لمشكلة مصيرية وكيف تدخل الله وتلامس مع هذه العائلة المؤمنة وأرشدهم للتعامل معها صديقتي وأختي في الإيمان فرحنا وايد بقراءه رسالتك المشجعه واللي تقولين فيها يصعب على الورق في اوقات كثيره احتواء ما يبي القلب البوح فيه خصوصا عندما يتعلق الامر بالرب والعلاقه معه فطرقه وتعاملاته معنا مختلفه ومفرحه ويمكنني ان اشهد ان للرب مراحم كثيره وهي متجددة في كل صباح نحن عائلة صغيرة فلدينا ابنة واحدة وهي أعظم هدية لنا من السماء بنتي من زمان يعني بيلفت نظرها الكريسماس بيلفت نظرها احتفالات القيامة مثلا أي شيء فيه صليب بتلاقي عيونها بتتعلق فيه فأنا هذا كان يخوفني بس كنت تفكر إنه شيء مؤقت بكرة حتكبر وتتغير بتأسرب بأصحابها يعني أي شيء عرفت أنا وزوجي المسيح في أغسطس 2013 وسلمنا حياتنا له أثناء رحلة سياحية لما رجعنا من أمريكا ونحن مأمنين كانت هي كثير فرحانة يعني ما حسيت أنه هي انتقلت أو استغربت يعني كأنه هذا بيتها كان وبعدين نحن دخلنا مش أنه نحن أخذناها معنا لا هي موجودة وفتحنا وهي دخلتنا وبدها تحكي لاصحابها وما فات بالبدايه تنبيهاتي انه انتبهي ما تحكي بالمدرسه انتبهي ما تقولي لاصحابك فلما صارت تحكي عن المسيح وهيك اصحابها يعني المسلمات صاروا يضايقوها انه انت ليه هيك عم تحكي عن المسيحيين وليه بتحبي المسيح انت مسلمه وما بيصير و... فيعني هالموضوع سبب لها ازمه وكانت سبع سنين يعني صغيره لسه يعني مو ما بتعرف تميز انه امتى اسكت وامتى احكي يعني ما عندها تمييز لسه يعني هذا الشيء سبب يعني بمشاكل لانه صارت تحكي مع أصدقائنا في أصدقائنا فضلوا انه هم يبعدوا عننا يعني كنت صلي كثير اللي يا رب اعطيها الوعي ولو بكير انه هي تقدر تميز مو لانه نحن خايفين او انه اضطهاد او شيء لا بس عشان لانه هي لسه عوده طري يعني ما راح تتحمل الاساءه من الاخرين يعني وبيوم الايام اجتني قالت لي ماما انا ما بدي اكون مسيحية، أنا بدي أكون مسلمة ومسيحية. قلت يا ماما ما بيصير يعني أو نحن لازم نختار ونكون مسؤولين عن اختياراتنا. يا بدك تكوني مسلمة يعني وأنا ما عندي مشكلة، أو بدك تكوني مسيحية بدك تكوني قد هالموضوع. فدار بيننا نقاش، حوار، يعني بين كأنه اثنين كبار، مو كأنه اثنين يعني مثل أم وبنتها يعني. قلت لها بس احنا اخترنا المسيح لانه هذا هو الطريق الصح وانا بدي اوفر عليكي التعب انه انت ما تتعبي بعدين لحتى توصلي لهالموضوع والحمد لله إحنا هلا بنعرف المسيح اتس اوكي شو يعني لو حدا قال لك انه انت مسيحيه وحتروحي على النار هن ما بيعرفوا فشويشه بلش يصير عندها الوعي فتعلمت تسكت يعني ما تحكي وصارت تختار صحباتها يكونوا بالمدرسة كان صديقه مسيحيه بلشت تلزق اكثر انه فيها تكون براحتها معها وحاولنا ان ننقلها من الصفوف التربيه الدينيه ولكن عائق المنطقه التعليميه لم يمكننا تجاوزه فقد كان علينا اثبات اننا لم نعد ننتمي لخلفيتنا الدينيه السابقه وبقيت ابنتنا تلقى دروس التربيه الدينيه طوال العام الدراسي والعام الذي تلاه يوم من الايام كانت عم تدرس وهي مش قادره تحفظ الايات ويفعل... فانا صليت يا رب يعني ارحمني لإلي انا، قلت له مو بس ارحمها لإله وارحمني لالي كمان. فالنصف الاول من السنه الدراسيه عادي كملت، درست يعني عادي، يعني. بعدين ما بعرف شو خلى هيك روح القدس حرك زوجي بطريقه يعني معجزيه وقال له بدك تتابع الموضوع هلا. رحنا قدمنا طلب انه بدنا من درس التربيه الدينيه وبعد وبعت ورق رسمي، رجع مرفوض اول مره بس ما استسلمنا رجع مرة تانية عملنا نفس الإجراء بس هالمرة وحدة من المدرسة أمينة السر قالت لهم حكت مع هذيك قالت لهم أهلها الأهل ما بدهم والأهل مش مسلمين وحكت ما بعرف حكت معهم بسلطان حكت معهم بدون مش واسطة يعني كيف صار الموضوع يعني إنه ما بعرف كيف فجأة قاعدة أنا بالبيت بيجي إيميل من هاي الموظفة بالمدرسة ايميل منها لرئيس قسم التربيه اللغه العربيه والاسلاميه بيقول انه الطالب فلان الفلانيه مش حتلتزم معاكم بدروس من هون دروس التربيه الدينيه من هون رايح ونحن حناخذ الاجراءات الاداريه عنا انه نحن نحولها على دروس بديله هذا معجزه بكل يعني ما تعنيه الكلمه من معنى لانه حتى ناس بعدين اللي بيشتغلوا بال بالمدارس تانية وعن بفهموا بهاي الأمور قالوا لنا إنه كيف هيك ما سألوني يسألوا لإله انا من عندي حطيت شكواي عنده وهو اللي تصرف هللويا للرب ولالهنا الحي الذي دافع عنا ويسمع تضرعاتنا وصلواتنا خلال هذه الفتره كانت ابنتي تكبر وتفهم حقيقة وضعنا الاستثنائي وباتت أكثر حذرا في حديثها عن إيمانها الحقيقي صارت مثلا لما جينا ضيوف تجي تسالني ماما بقدر احكي مع هدول عن المسيح بقول لها ايه فبتروح مثلا بتقول انا بعرف يسوع وانا بحب المسيح واي لاف جيسس وبتعبر يعني بكون حدا تجي تقول لي ليه ماما هدول ما بيعرفوا بتشوف يعني النصف الاخر من عيلتنا اللي ما بيعرف تقول لي اي وش زي نو كرايس اي وش بيعرفوا ليه ماما صلي لهم بتصلي لهم كثير واحيانا لما بتجي سيره انه هن ما بيعرفوا المسيح بتبكي في عندها شخص من عائلتنا كثير بتحبه لما بنحكي معه على التليفون مثلا هو اخي يعني بتحكي معه بتقول له يلا انت بدك تعرف المسيح يعني يو شود نو ذات هي از ذا رايت وان تو فولو خلص وات ار يو ويتنج فور وانت عايش برا ما عندك مشكله انا بعطي كل المجد للرب والكريدت له انه هو كان معنا وما تخلى عنا باللحظات اللي انا احيانا كنت اتعب يعني بهالموضوع بس هلا إيه يعني هي شي از ا وما عندها يعني هالموضوع خلص معه روح القدس كمان تعمل معه ياتي الله ويتدخل في الامر فيمهد الهضاب ويشق في البحر طريق ويفجر في البريه مياه ويمنح الحكمه لطالبيه السائرين في خوفه طالبين وجهه نعم يا رب من افواه الاطفال والرضع اسست حمدا لاسمك كل المجد والاكرام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح فهي من الاختبارات الرائعه اللي لمستنا كلياتنا يعني جابت لنا فرح لنا وللناس اللي حوالينا انه لما فم الرب يتكلم يعني فمن يوقف يعني واذا كان رب معنا فمن علينا نشكرك من اجل اهتمامك باطفالنا يا رب نشكرك من اجل اهتمامك فينا الى الصالح نشكرك يا رب لانك دائما معانا، لن تتركنا ولن تهملنا يا رب، نشكرك لان دائما معجزاتك هي إيه حيه يا لنا الصالح، انت هو هو امس واليوم إلى الابد. نشكرك يا رب من اجل الرساله المعزيه يا رب اللي عزتنا ورفعتنا الى الصالح، نمجد اسمك ونعظم اسمك من الان والى الابد. امين. نرحب بتواصلكم معانا عبر وسائل الاتصال اللي راح تظهر على الشاشه ربي يبارككم.